Good morning ladies and gentlemen and welcome to RD Media TV. اليوم ان شاء الله غادي نتكلموا على المغرب. المغرب هو احسن بلد في العالم. المغرب هو ابو العالم. المغرب هو بوابة افريقيا الى العالم. المغرب شنقول المغرب اذا هو واحد القنبلة السياحية. المغرب شي حاجة اللي ما تقدش توصاف. المغرب عنده واحد بزاف امتيازات، عدد ثقافات. المغرب كيمتاز بال الحمد لله، عندنا لهجات، عندنا ثقافات، عندنا تنوع في الطقس. المغرب هو اش كتقول؟ الاميه بالمغرب هي واحد الافه مستعصيه وعائق للتنميه. المشكل لحد الان تقريبا اكثر من 10 ديال المليون سنويا كيعانيوا من كيعانيوا من هذه الافه ديال الاميه، وانا كنقول اكثر من 10 مليون، اكثر من 400,000 طفل سنويا كيخرجوا او هدر من راسي. اكثر من تقريبا واحد 50% حتى 60% في القرى المغربيه كيعانيوا من افه الاميه. لحد الان ان مشكل التعليم في المغرب مازال واحد المؤسسه اللي ما عطاتنا حتى شي حاجه. اكثر من 60 عام على ما خدينا الاستقلال ديالنا، مازال التعليم انه واحد المؤسسه ما كملاتش الاضلاع ديالها. مازال ان هذا المشكل ديال التعليم هو واحد الماكينه للتفريغ، انها طرد المدرسي، وانها مشكل ديال التعليم ما بقاش كيعطينا واحد الناس اللي هي مكونه. المشكل الخطير هو اننا كنشوفوا الشواهد والماستر والدكاتره مازال جالسين في القهاوي. مشكل كبير. عندنا طاقات بشريه هائله، المشكل ديالنا مازال ما قدرناش نستغلوها. المشكل ديال التعليم هو ان سنويا كيتم طرد والهدر المدرسي. مازال ان الجمعيات انها كتحاول انها تشتغل على هذه النقطه، وكتحاول انها تدمج او تعمل واحد الحملات تحسيسيه. المشكل ديال التعليم في المغرب مازال كيشهد العديد من المشاكل، ولحد الان مازال ما كاينش واحد النتائج. نتمنوا من الحكومات، واخا الحكومات المتعاقبه مازال ما عطاتنا حتى شي نقاط، مازال ما خدمات على هذا المجال اللي هو قوه ديال اي بلد في العالم. القطاع الصحي كيشهد واحد الحاله كارثيه صراحه، واللي هي معروفه. الخبراء الصحيين في المغاربه خرجوا لنا بواحد التقرير اللي هو صراحه كان خطير، لان المشكل ان الحاله ما كاينش واحد التفاؤل. مازال الحاله انها كتزيد، انها تشاؤم اكثر واكثر. لازال القطاع الصحي كيشهد واحد المهزلات، ولا طلينا على المستشفيات راه اكثر دليل على ذلك. المشكل ديالنا مازال حد الان في القطاع الصحي. الا قلنا ان 5% كتستافد من هذه التغطيه الصحيه واللي هي غير كافيه، فمازال عندنا واحد المشكل كبير اللي هو خلص هذا الشكي او سير جيب شهاده ديال الضعف او شي شهاده انك تثبت، واخا تجيبها راه الا ما كانش عندك والله لا دخلتي لداخل. نتمناو من القطاع الصحي انه يشوف واحد التطور، ونتمناو ان شاء الله من الدوله انها تشتغل اكثر واكثر باش نشوفوا على الاقل انه واخا ماشي نبدلوا داك المقوله اللي كتقول خلص عاد الشكي ادخل ومن بعد عاد داك الساعه تكون الشكايه. كنظن بانني هضرت على هاد النقاط، ونتمنى ان شاء الله اننا نشوفوا حلقه واحده اخرى موضوع جديد، ونتمنى ان شاء الله ان التعاليق ديالكم وكذلك سواء الكومنت اننا نحاولوا نناقشوا. نتمنى انكم تساعدونا في السبسكرايب في القناه، وكذلك انكم تساعدونا بالتعاليق ديالكم اذا كان اي نقد او اي حاجه، فمرحبا بكم. اذا غادي نقول لكم باي باي. مازال ما ساليش واحد النقطه دقيقه قبل ما غادي نمشي. المشكل الرابع هو اننا كنصوتوا على شي ناس انهم مشي يطلعوا يمثلونا، ولكن كيمثلوا غير راسهم وكيمثلوا ولادهم.